جيش من مليون جندي لاستعادة منفذ على البحر، عنوان للخطة الأوكرانية الجديدة المدعومة باستراتيجية الصبر لإخراج القوات الروسية من جنوب البلاد. وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزينكوف كشف لصحيفة التايمز البريطانية عن أن الرئيس زيلينسكي أعطى الأوامر لاستعادة تلك المناطق الجنوبية المهمة. قبل أن نستعرض تفاصيل خطة كييف، دعونا مشاهدينا نشرح أهمية استعادة تلك المناطق الساحلية في الجنوب الأوكراني، والتي تعتبر بمثابة شريان الحياة لاقتصاد البلاد. فالمناطق الساحلية لديها مواقع جغرافية استراتيجية على البحر الأسود، وهنا نركز الحديث على خرسون التي تسيطر عليها القوات الروسية حاليا، إضافة إلى أن الخطة الأوكرانية تستند إلى تأمين كامل لأوديسا والخط الساحلي ولإخراجها من تحت المراقبة والتحكم الروسي، كما أن الهدف الرئيسي لكييف هو تثبيت القدم على الساحل من أجل استلام المزيد من شحنات الأسلحة الغربية وتأمين عملية تصدير الحبوب، وبالأخص في الموانئ القريبة من خيرسون. بالعودة إلى خطة الهجوم المضاد بجيش من مليون جندي، تسعى كييف لاستغلال تركيز موسكو على شرقي البلاد وزج معظم ثقلها العسكري هناك. أما بالنسبة لطريقة تأمين المليون جندي، فيقول وزير الدفاع الأوكراني إن أوكرانيا لديها 700,000 في القوات المسلحة التي تضم أيضا قوات شبه عسكرية، وعند إضافة الحرس الوطني والشرطة وحرس الحدود تصل القوة إلى نحو مليون عنصر. الخطة الأوكرانية ستعتمد على المساعدات العسكرية الغربية، أي أن الهجوم المضاد سينفذ بأسلحة غربية بعد تدريب الجنود على استخدام تلك الأسلحة بإشراف خبراء من الناتو في دولة ثالثة، وفق التايمز طبعاً.